السلام عليكم، نعطيكم ألف عافية، طمنونا عنكم، يا رب تكونوا بتمام الصحة والعافية. يوم جديد وفلوق جديد. فلوق اليوم إن شاء الله رح نحاول نجاوب على أسئلتكم اللي سألتوها على الانستغرام واللي سألتوها كمان على المنتدى في اليوتيوب. فلوق اليوم إن شاء الله طبعا رح يكون من السكن الجديد اللي أنا سكنت فيه. طبعا الجو برا كتير مطر كتير، واليوم يوم الأحد فمش هنعرف نصور إلا هان في البلكونة، يعني الإضاءة إن شاء الله تكون منيحة، فخليكم معي. وخلينا هالجيت نبدأ مع أول سؤال. سؤال بيقول هل فيزة العمل بتحتاج حساب بنك مغلق؟ وبيسأل إذا كان بيقدر يشتغل دبلوم الصناعي. أول حاجة أنا بعرف شو يعني دبلوم صناعي بالضبط، ولكن إذا كان لفيزة عمل لازم يكون معك مؤهل عشان تشتغل في نفس المجال. بالنسبة للحساب البنك المغلق هل بتحتاجه ولا لا؟ إذا كان معك عقد عمل فأنت وقتها ما بتحتاج أبداً حساب بنك مغلق، ولكن لو كنت جاي فيزة بحث عن عمل وقتها لازم تغطي الست شهور بحساب بنك مغلق، أعتقد حوالي 5000 يورو خلال هذه المدة. سؤال اللي بعده بيسأل عن موضوع الشغل ومتى بيقدر يشتغل وإذا بيقدر يشتغل بدون تصريح ولا لا. أول نقطة إنه موضوع الشغل صعب كتير في فترة اللغة أو فترة السنة التحضيرية، لأنهم بدهم إياك كتير تركز على هاي الفترة لحتى تحسن لغتك وتطور أمورك. لهيك هم للأسف بيعطوك حاجة اسمها تصريح عمل في الإجازات فقط، وهذا بالغالب بيكون مدة قصيرة وصعب جدا يغطيك. بعد هيك لما تجيب القبول من الجامعة وتتسجل طالب جامعة، وقتها بإمكانك تقدم وتأخذ تصريح العمل الخاص للطلاب اللي هو بيكون 120 يوم أو 240 يوم دوام جزء. بالنسبة لأنه أنت تشتغل بدون تصريح عمل فهذا الموضوع ممكن، ولكن هذا يسمى إشفاط أبايت أو عمل بالأسود، وصراحة هذا الإشي كتير خطير هنا، لأنه أنت لو مسكت ممكن تدفع غرامة 6000 يورو، والموضوع كتير خطير وصراحة ما بيدفعوش فيه أجور وحاجة زي الزفت، فللأسف هذا الإشي مش حل أبدا. السؤال اللي بعده من ستوري إنستغرام، شخص بيسألني شو هي الأعمال اللي عليها طلب واللي رواتبها مرتفعة هان في ألمانيا. يعني في عدة مجالات رئيسية هي اللي عليها طلب وعليها كمان رواتب حلوة، قطاع الطب والرعاية الصحية التمريض والأمور هاي هان مطلوب كتير ورواتبه حلوة كتير. القطاع الثاني اللي هو قطاع اللي هو التكنولوجيا، قطاع الاي تي البرمجه والامور هاي عليها طلب هنا فعليا وفي عليها رواتب كويسه. والقطاع اللي بعده واللي بعتقد كمان عليه طلب منيح ورواتبه كتير كويسه اللي هو قطاع الهندسه بكافه اشكال. يعني هذول بشكل سريع، ممكن يكون في قطاعات تانية، ممكن ان شاء الله ابقى اعمل فيديو مفصل عن هذا الشيء. اذا بتحبوا هذا الشيء اكتبوا لنا تحت في صندوق التعليقات. السؤال اللي بعده لشخص بيسال سؤال من قسم لقسمين. القسم الاول اللي هو بيسال عن جامعات بتعطي اللي هو القبول بدون ما يكون معه شرط اللغه، صراحه يعني قائمه دقيقه بهذا الشيء انا ما عندي. فانت ممكن مثلا تسال الناس عن الجروبات الخاصه في دراسه في المانيا وهم راح يفيدوك في هذا الموضوع، لانه كل شخص له تجربته وكل واحد ممكن يفيدك في الجامعه اللي هو قدم فيها، وقتها بامكانك تاخذ قائمه وتختار احسن منطقه عشان تروح عليها. بالنسبه للقسم الثاني من السؤال فهو بيسال اذا بامكانه يكمل في جامعه ثانيه بعد ما يخلص موضوع اللغه. طبعا بكل بساطه بامكانك تغير الجامعه وتروح وين ما بدك بعد ما تخلص اللغه. السؤال اللي بعده بيتعلق باللغه الالمانيه، هل الدراسه باللغه الالمانيه صعبه؟ يعني بنقدر نقول انه من تجارب اصدقاء كثير هان موجودين في المانيا انه حكوا اول سنه بتكون كثير صعبه باللغه الالمانيه، ولكن بعد هيك بتبدا تتعود على المصطلحات والاشياء الخاصه في اللغه، فان شاء الله بتمشي وبتعدي. وفي كثير ناس درسوا ونجحوا وكملوا حياتهم. السؤال اللي بعده لشخص بيسال عن موضوع قديش المده تاعت دراسه القانون للماجستير. بالعاده دراسه الماجستير هان بتكون تقريبا 4 فصول، وهذا الشيء بيكون موضح في موقع الجامعه عندما انت تقدم على التخصص. يعني لو كان 4 سمستر ولا اكثر او اقل هذا الشيء بيكون موضح عندما انت تقدم. الجزئيه الثانيه من السؤال اللي هو بيسال اذا بيقدر يستقر ويشتغل في المانيا بعد ما خلص دراسته. طبعا المانيا بشكل رسمي بتعطيك 18 شهر اقامه بحث عن عمل، خلالها لازم تجيب عقد مفتوح في نفس التخصص اللي انت درسته، وعلى هذا الاساس هم بيعطوك اقامه عمل. السؤال اللي بعده من ستوري انستغرام اللي هو بيسال عن الاوسبيلدو. طبعا هذا السؤال اتكرر بعده اشكال كمان، يعني عده اشخاص سالوا هذا السؤال. يسأل كيف نظام الأوسبيلدوم. الأوسبيلدوم بكل بساطة اللي هو تدريب مهني، يعني مثلا في بلادنا بيكون التمريض مثلا بيندرس في الجامعة، هنا لا، التمريض بيندرس عبارة عن 3 سنين بتكون مثلا 3 أيام في الأسبوع بتروحها بشكل عملي ويومين بتدرس في مدرسة بشكل نظري. هذا هو التدريب المهني أو هذا هو الأوسبيلدوم الموجود في ألمانيا. طبعا للعلم هو مدفوع الأجر، يعني هدول الثلاث أيام اللي أنت بتروحهم على المستشفى بكونوا مدفوعات الأجر،
طبعا تخصصات الاوس بيلدونج هنا واسعة جدا. بالنسبة لفرق بينها وبين الجامعة زي ما حكيت انه الاوس بيلدونج في منها جزء كبير بشكل عملي، الجامعة مثلا نظري وما بيدفعوا لك اشي، ولكن الفرق انه انت بعد ما تتخرج اللي بيكون متخرج من الجامعة بيكون راتبه اعلى، الفرق واضح، فبدك تشوف شو الأحسن إلك وشو ممكن أنت تعمل. السؤال اللي بعده واللي بعتقد اللي هو سؤال مهم كتير اللي هو بيسأل عن دراسة الماجستير هنا في ألمانيا بس باللغة الإنجليزية، هل هذا الإشي ممكن ولا لا؟ نعم بكل بساطة هذا الإشي ممكن، ولكن شروطه أصعب حبتين من موضوع الدراسة باللغة الألمانية. يعني انه انت تدرس باللغه الانجليزيه شويه صعب والقبول فيه صعب. ليش؟ هو اول شيء بيتطلب منك انه يكون معك مثلا ايلتس او توفل بعلامات معينه، هذا الشيء بيختلف حسب التخصص وحسب الجامعه. ثاني شيء هم كمان بيطلبوا منك مستويات لغه المانيه، يعني بالعاده بيكون مثلا بدهم على الاقل مستوى بي اينز او حتى بي 2، يعني انه انت بده يكون معك مستوى لغه المانيه كويس وكمان مستوى لغه انجليزيه كتير كويس لحتى هم يقبلوك. وللأسف الفرص بتكون ضعيفة لأنه في منافسة عالمية كتيرة على هذا الإشي، لهيك يعني الإشي ممكن ولكنه شوي صعب، فبدك تدور وتحاول. السؤال اللي بعده لشخص بيسأل عن الضرائب هان في ألمانيا. الضرائب هان في ألمانيا بتعتمد على دخلك بالشكل الأساسي وعلى وضعك الاجتماعي، يعني أنت إذا كنت متزوج بتدفع أقل من العزابة، إذا كنت مثلا أنت ومرتك بتشتغل بيكون مثلا في واحد فيكم يدفع نسبة أعلى، فالأمور هنا كتير متفاوتة ويعني موضوع يطول شرحه، ولكن الموضوع بشكل عام كل ما كان راتبك أعلى كل ما رح تدفع ضرائب أكتر. فإن شاء الله ممكن أعمل في المستقبل موضوع مفصل عن موضوع الضرائب وأشرح فيه كل الأشياء هاي إذا بتحبوا، وكتبونا تحت في صندوق التعليقات. السؤال اللي بعده واللي هو بيتعلق في موضوع تكاليف المعيشة هنا في ألمانيا، واللي تكرر هذا السؤال خلال هذا المنشور عدة مرات بعدة أشكال، فخلينا نجاوب عليه مرة واحدة. الشخص بيسأل هل 3500 دولار بيكفوا لمدة سنة واحدة لحتى يقدر يجي هان ويعيش في ألمانيا ويدرس؟ بكل بساطة مستحيل، يعني هذا المبلغ كتير قليل لحتى تقدر تعيش فيه هان في ألمانيا. باعتقاد الشخصي انه الواحد هانا بمعدل 700 يورو في الشهر بيحتاجها لحتى يقدر يعيش، يعني 700 يورو مش 700 دولار، وممكن هذا المبلغ يزيد في بعض المدن وممكن يقل شوية في بعض المدن، ولكن هذا هو المعدل اللي انت بيلزمك شهريا مش سنويا، فانت بتحسبها بكل بساطة. حتى كمان الشخص اللي بيسأل انه خلال الاربع سنوات شو هي التكاليف، بكل بساطة تاخذ هذا المبلغ وبتحسبها على مدار الاربع سنين وبتشوف شو بيطلع معك. السؤال اللي بعده واللي كمان اجا في اشكال كتير اللي هو بيسأل عن موضوع المنح. السؤال بيحكي انه هل صحيح في مواقع حكومية للمنح، وهل اذا طلعت له المنحة هاي بيكون كل التكاليف مدفوعة؟ احنا زي ما تكلمنا بشكل عام انه دراسة هان في ألمانيا مجانية، ولكن تكاليف المعيشة بتحتاج تغطية، يعني اذا انت ما اشتغلت بده يكون مثلا عندك منحة او ما شابه. بالنسبة للمنح للناس اللي جاية من برا ألمانيا، فالمنح بالعادة ممكن تقدم عن طريق موقع الداد. موقع الداد طبعا معظم المنح بتكون باللغة الإنجليزية، فبده يكون معك لغة إنجليزية قوية. إذا طلعت لك هاي المنحة طبعا هو بغطوا كل تكاليف معيشتك. بالنسبة للمنح الموجودة داخل ألمانيا فمعظمها بيتطلب إنه أنت تكون طالب فعلي في الجامعة، يعني أنت تكون مثلا دارس فصلين على الأقل، يعني كثير من المنح هيك بتقول إنه أنت تكون دارس فصلين ولغتك الألمانية طبعا جدا قوية. وفي شوية شروط تانية انت لازم تحصلها بالنسبة للمجموع والاشياء هاي حتى تقدر وتحصل منها. طبعا بالنسبة للناس اللي ما بتعرف، انا بنزل ستوري على انستغرام بحط فيه اللي هو احكوا اسئلتكم وزي هيك، وبحط كمان منشور على المنتدى في اليوتيوب، فتابعوني على اليوتيوب، تابعوا منشورات المنتدى، وكمان تابعوني على حسابي على انستغرام حتى تشوفوا الستوريهات اللي بنزلها. واحد من المتابعين على انستغرام يقول لي خلي اللي عندك يصلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا يا جماعه على النبي. ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده كمان من ستوري انستغرام، شخص بيسالني شو الافضل، الدراسه في المانيا ولا الدراسه في تركيا؟ يعني صراحه انا ما درست في تركيا ولا عشت فيها، ما بعرف اذا بقدر اعطي اجابه دقيقه عن هذا الموضوع، ولكن اللي بعرفه انه الدراسه في تركيا بالغالب بتكون على حساب دراسه الجامعات. هنا في المانيا الدراسه في الجامعات بالغالب بتكون مجانيه، ولكن هنا مستوى المعيشه او تكاليف المعيشه نفسها اعتقد راح تكون اعلى حبتين ثلاثه من تركيا. تركيا ما بعرف كيف راح يكون الوضع مثلا بالنسبه للشغل، هل بيسمحوا للطالب ولا ما بيسمحوا، ما بعرف. هنا في ألمانيا خلال دراستك للجامعة، خلال فترة الجامعة بيسمحوا لك تشتغل، فأنت قارن شوف واسأل ناس درسوا هان واسأل ناس درسوا هان وشوف شو الأحسن لك.
بعد هيك في سؤال من شخص بيسأل إنه كيف الواحد بده يجيب الطاقة لحتى يكمل في اللغة الألمانية. اللغة الألمانية طبعاً لغة صعبة للأسف، لغة صعبة فعلاً، وكيف بده يجيب هذه الطاقة لحتى يضل مكمل لعد ما يقدر يجي هان على ألمانيا. يعني باختصار شديد، إذا كنت عارف عن جد شو بدك ومصمم على هذا الهدف، أوكي رح تجيك لحظات ضعف، رح يجيك لحظات إنه أنت تزهق من اللغة وزي هيك، بس فعلاً إذا أنت بدك وناوي عن جد حتضلك مكمل في هذه اللغة. إذا يعني الواحد كان عنده حلم وهو ما قاتل عليه، مين بدي يحقق لك إياه؟ باختصار. بالنسبة للجزئية الثانية اللي هو بيسأل عن أسعار الكورسات، الأسعار هنا متفاوتة جدا. يعني أنا ما بعرف مثلا في غير مناطق، ولكن مثلا في النورد راين هنا بين ال 400 و 500 يورو مثلا ممكن تلاقي حاجات أغلى، ممكن تلاقي كمان حاجات أرخص، بس سعر الكورس بيعتمد على مستوى الكورس. يعني مثلا بعض الكورسات ممكن تكون رخيصة ولكن مش أحسن مستوى، فالإشي متباين حسب المدن وحسب مستوى الكورس. وآخر سؤال معنا اليوم اللي هو كان من مصطفى، يسألني كيف بدي ألتزم في الدراسة وصور الفيديوهات جنبها. صراحة أنا كمان ما عنديش هذا الجواب. الواحد لما يكون مشغول فعليا مش راح يعرف يلاقي وقت لليوتيوب والأمور هاي، فللأسف الشديد ما فيش حل، والفيديوهات بتتطلب وقت وبتتطلب جهد وإعداد وقصة. فربنا يقدرنا جميعا هيك ونعرف نكمل ننزل فيديوهات بانتظام. وبهيك نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. طبعا أنا حاولت على قدر الإمكان أجاوب على أهم الأسئلة اللي إجتني. طبعا في أسئلة حتى الآن ما جاوبت عليها، ممكن أجاوب عليها في فيديوهات قادمة، أو في أسئلة أنا جاوبت عليها قبل هيك، فممكن تروحوا تشوفوا الفيديوهات السابقة اللي تكلمت فيها في مواضيع الدراسة والحياة هنا في ألمانيا. وبتمنى يكون الفيديو أعجبكم. طبعا إذا أعجبكم ما تنسوش تحطولنا أحلى لايك، تشتركوا في القناة إذا ما كنتوش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس حتى تصلكم إشعارات أول بأول أول ما نزل فيديوهات. وطبعا ياريت تشاركوا القناة مع أصحابكم حتى نوصل 10,000 مشترك قبل نهاية العام. وطبعا إذا كان عندكم استفسارات بالنسبة لهذا الفيديو اكتبوا لنا إياها تحت في صندوق التعليقات. ويعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.